معجزة الصباح. لكل منا عادات حسنة وعادات سيئة. هناك عادات تجعل منا أشخاص أفضل، وهناك عادات تأخذ بنا إلى الأسوأ. ومن أهم العادات التي كانت سبباً لنجاح العديد من الأشخاص هي الاستيقاظ مبكراً، وهذا سر نجاح وسعادة أغلب الناس. لابد من أنك تتساءل، لماذا الصباح هو الأفضل؟ لأن الصباح يسمح لنا أن نبدأ اليوم بطريقة نشيطة ومحفزة، وتكون خلايا مخنا العصبية أكثر قابلية للتعلم مما عليه باقي اليوم. ولتحقيق ذلك، إليك 6 عادات صباحية لتغيير حياتك. أولا، اجعل لنفسك روتين صباحي. واختيارك للصباح هو الذي يحدد الباقي من يومك. لو استطعت أن تبدأ بداية ناجحة لليوم، سوف تستطيع أن تحقق كل ما تريده باقي اليوم بكفاءة عالية. ثانيا، التأكيد الإيجابي حول أهداف حياتك وخططك المستقبلية ل10 دقائق تحقق بها إنجازات عظيمة على المدى الطويل. هذا الأمر مهم جدا لنجاحك في عملك وحياتك بشكل عام، كما أنها تؤثر على صحتك النفسية، فاستغل صباحك. ثالثا، تخيل في صباحك أن باقي يومك سوف يكون مليئا بالإنجازات وسيمر بخفة ومتعة. تصور نفسك وأنت مستمتع مع عائلتك وأسرتك، فإن هذا التفاؤل سوف يضيء حياتك بالبهجة والنجاح. تنفس بهدوء لكل ما تنوي فعله لهذا اليوم، وستشعر بالراحة والطمأنينة واللطف في باقي يومك. رابعا، مارس الرياضة لتقوية عضلات جسمك وتسريع نبضات قلبك، مما يؤدي ذلك لزيادة ضخ الدم لباقي الجسم. ومارس التمارينات الرياضية من أجل صحتك وإيقاظ عضلاتك النائمة. خامسا، اقرأ. فالقراءة تنمي عقلك وتوسع آفاقك نحو ما تريد إنجازه. اقرأ ولو 2 صفحات لمدة 10 دقائق، ينشط ذلك الفكر الإبداعي لديك. سادسا، اكتب وخطط ليومك. ضع لنفسك مهمات يومية لإنجازها وسجلها على الورق مع تحديد الأزمنة. مثلا، سأذهب لمقابلة أصدقائي في 12:00 وسأعود في 3:00، وبذلك ستستطيع السيطرة على يومك. إذا كان لديك حلم أو طموح كبير أو أي شيء تود تحقيقه، عليك أن تكرس له لحظات الصباح. استغل نشاط خلايا دماغك التي بدورها سوف تساعدك على التفكير بشكل أفضل. عليك فقط أن تقرر أن تستيقظ مبكرا، والبرنامج اليومي المتفائل مع الرياضة، مع العلم أن القراءة والكتابة سيمنحانك النجاح والتطور الدائم.